بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل البدء في حلقتنا اليوم إن شاء الله أردت أن أنوه لبعض الإخوان في التعليقات يشتكون من الصوت. الصوت على ما أظن فهو جيد، لأن المتابعين الآخرين يعلقون كذلك بأن الصوت جيد، إلا أنه قد يكون به شيء من الضعف لأني أسجل بالهاتف فقط، ليس لدي كاميرا. المهم أنا أظن أنه كل هذا من ألاعيب اليوتيوب، لأنه لو لم تكن متتبعا للقناة وأعجبك العنوان أو أردت الدخول لقراءة الفيديو ووجدته بدون صوت فلن تعود لتكرر، لأن بعض الإخوان كتبوا في التعليقات بأنه عند التكرار، عند العودة يقفل الفيديو وإعادة فتحه من جديد مرة مرتين يعود الصوت عاديا ويعود إلى طبيعته. هذا ما أقول عنه ألاعيب اليوتيوب، لأننا نسبح ضد التيار، ومثل هذه المواضيع لا يريدون من أحد التحدث فيها، وكذلك الفزاعة واللقاحات وغيرها، هذه كلها مواضيع ممنوعة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي الدجالية التي تخدم النظام العالمي الجديد. المهم أن ما عليك إلا تكرار الدخول إلى الفيديو وسيعود إلى طبيعته، سيعود الصوت إلى طبيعته. أما الإعجابات، هناك بعض الإخوان يقولون بأن الإعجابات لا تسجل، فتسجيل الإعجابات في اليوتيوب في خوارزميات اليوتيوب، فلو أنك ضغطت على الإعجاب قبل أن تشاهد ولو دقيقة فما فوق إلى دقيقتين في الفيديو، فهذا يعتبر بالنسبة لخوارزميات اليوتيوب إعجابا غير صحيح أو غير مقبول، لأنك لم تشاهد المحتوى لكي تعجب به، بل فقط دخلت على الفيديو ووضعت إعجاب، فهو يزيله فيما بعد، ولو عدت إلى الفيديو لوجدته بدون إعجاب. لذلك المرجو من الجميع من أراد الإعجاب بالفيديو أن لا يضع الإعجاب إلا بعد منتصف الفيديو أو في آخره حسب مدة مشاهدته. فالمهم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن كنت من المتابعين الجدد، والإعجاب بالفيديو بعد الدقيقة الثانية فما فوق، ومشاركته مع أصدقائكم ليصل إلى عدد كبير، وجزاكم الله عنا خيرا. ولندخل في موضوعنا، كما أكرر دائما، الأشخاص الذين يقولون أن ما يجري لخطوط الحقل الأرضي أو الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي سببه العواصف الشمسية، فهذا كلام مرفوض تماما. فأين هي هذه العواصف الشمسية الآن؟ ونلاحظ كما ترون التشوهات الدائمة والتي لا تتوقف في خطوط الحقل الأرضي وتبعثره. فالرياح الشمسية حتى لو كانت هناك عاصفة شمسية فهي لا تبعثر خطوط الأرض، لأنها بجهة واحدة متوازية ومهما بلغت قوتها. لكن ما يحصل الآن هو وجود حقل آخر معاكس تماما لتدفق الحقل الأرضي والرياح الشمسية كذلك المتوازية معه، وهو مجهول الهوية بالنسبة لهم، يتسبب بتلك الاضطرابات والشدودات الحقلية التي تنعكس سلبا على نهج كوكبنا ككل. هذه التشوهات تنعكس على مناخ كوكبنا وعلى كثير من المسائل الأخرى في كوكبنا، المهم على النهج العام للكوكب. والدليل الثاني أن تلك النبضات تزداد قوة كلما اقتربنا أو اقتربت الأرض لنقاط مدارية، هذه النقاط المدارية التي تمتد من شهر 5 إلى شهر 9 مقارنة بباقي شهور السنة. ويعزى ذلك على أن الأرض تكون بذروة القرب المداري
مع هذا المنبع المجهول وما بينه وبين الشمس، حيث يكون التضاد بتدفق حقول الشمس وتدفق الحقول حقول الجسم الدخيل، وهو بأوج قوته، وتكون حقول الأرض مضطربة كثيرة بكثرة وغير طبيعية أبدا. كل هذه الأمور ستزداد طردا باقتراب وتركيز هذا المنبع تجاه الأرض. والواقع الآن يخبرنا بوضوح بما يجري وسيجري في المستقبل القريب بإذن الله. ومن يعلم أن حركة أي جسم بتصارع عشوائي غير منتظم ويتوقف، يتحقق أن زمن وصوله وسرعته والمسافة الفاصلة ليصل إلى نقطة الوصول أو الحضيض غير معلومة نهائيا. وأغلب الناس يفكرون فقط في سؤال ساذج واحد، وهو متى سنرى الطارق أو متى سيصل الطارق. بجملة واحدة الجواب سيكون: سنراه عندما تبدأ الأرض بالانقلاب رأسا على عقب. هذا هو الجواب، فهل يكفي؟ فأرجو الانتباه، لأنه عند برعم الديل البلازمي الذي تحدثنا عنه وشرحناه في الحلقة السابقة، سيبدأ بالتشكل ابتداء من مدار سيرس، تجاوز مدار سيرس أو مدار الكويكبات، ونتيجة لنشاط التفاعل الحقلي ما بين الكائن الضيف والرياح الشمسية وفوطوناتها الضوئية المصطدمة بالغبار المشحون الذي حول النواة المركزية. وسيتم رؤية ذلك في ذلك الوقت عند تجاوزهم مدار سيرس بمناظر صغيرة فقط، ولكن بشرط التوجيه الصحيح. ثانيا، المرتبة الثانية تأتي الرؤية العيانية، والرؤية العيانية سيتضح كمذنب لامع أحمر، وذلك بالجهة الجنوبية الغربية لسماء الأرض. سيبدأ عند دخوله مدار المريخ، أي قبل 3 أشهر تقريبا من موعد الوصول المفترض. عندها ستكون أركان الأرض وقواعدها تهتز بقوة شديدة. ثالثا، سيختفي وراء الشمس عندما يجتاز مدار الأرض من الجهة الأخرى. فتصور، تخيل معي الشمس بالوسط، الأرض ستكون من هذه الجهة وهو آت من الجهة الأخرى، سيجتاز مدار المريخ ويظهر بالرؤية العيانية، ثم يجتاز مدار الأرض من الجهة الأخرى ويلتف ويختبئ ويختفي وراء الشمس. وعندما يجتاز مدار الأرض من عند بدء دخوله نظامنا الشمسي الداخلي، وسيدوم ل15 يوما تقريبا تباعا للتصارع الأعظمي، وذلك عند الحضيض الشمسي. فعند الحضيض الشمسي تكون المدة ما يقارب 15 يوما، وهذه كلها ما هي إلا تقديرات مبنية على حسابات علمية، لكن قد تكون صحيحة وقد تكون أقل أو قد تكون، ونظن أنها قد تكون أقل، لأنه حين يقترب أي جسم من الشمس فإنه يكتسب تصارعا أكبر. وسيكون عند الحضيض الشمسي سيكون طول الديل البلازمي بأوج الامتداد. رابعا، سيبدأ بالظهور من جهة الشرق، وذلك قبل 1 شهر من موعد الوصول، ويظهر في وضح النهار كمذنب يضيء لأهل الأرض، وهي ما جاء في الأحاديث، تلك الآية التي ستظهر مع الشمس حتى تطلع مع الشمس آية. وهذا يظهر كأنه مذنب ضخم ومرعب بطول ديله الأحمر من مشرق الأرض إلى مغربها تقريبا. خامسا، عندها ستدخل الأرض بالحقل البلازمي وستبدأ الخسارة الوقتية، وقد شرحت من قبل ما هي الخسارة الوقتية، ويبدأ تباطؤ محور دوران الأرض حتى يصل إلى التوقف.
وعندها عند التوقف ستبدو السماء لنا نحن الذين على الأرض، ستبدو لنا السماء كأنها ترتجع إلى الوراء نظرا لحركتها، ما زالت الأغلفة الجوية والسماء ما زالت تتحرك، لكن الأرض توقفت وستبدو كأنها تعود أو ترجع إلى الوراء، والسماء ذات الرجع. عند هذه النقطة تكون الألواح القارية الأرضية بحالة تفتت وتصدع. خامسا، أعداد لا تحصى من النيازك العملاقة ستهشم الأرض عند الدخول بالحقل النيزكي بعد دخولنا في الحقل البلازمي. بعدها خروج الأرض من الحقلين يعني بدء رجوعها للتعافي بشكل تدريجي، وسيرحل عن الأرض، ولكن سنبقى نشاهده لمدة سنة في السماء تقريبا، وهو متجه نحو برج الميزان. سابعا، ستدخل الأرض بنقطتي التقاطع المداري من ممره، حيث دخل وتقاطع مداريا مع مدار الأرض، النقطة الأولى عند الدخول والنقطة الثانية حين خرج من المجموعة الشمسية الداخلية. الأرض كل عام ستمر من هاتين النقطتين وتصطدم ببقايا ذيله النيزكي كما قلت مرتين كل سنة. هذه المعلومات أخذت من قاعدة بيانات فيوجر 2 وبايونير 11 وغير منسوبة لأي باحث فلكي، وكل هذا ما هو إلا تقدير بشري يقبل الصواب والخطأ. وعلم الله وعلم الغيب يعلمه الله وحده، فهو عالم الغيب والشهادة. وأخيرا، من يخاف من هذه الأهوال فليتذكر قوله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فعليكم العودة لله والعودة إلى ديننا الحنيف لكي ننجى، فلن ينجينا شيء من هذه الأهوال إلا بالعودة إلى الدين، إلى ديننا الحنيف وتطبيق ما جاء في ديننا. عندها سينجي الله من يشاء ويهلك من يشاء ويبعث الناس على نواياهم. قد نكون قد نهلك وفينا الصالحون. نعم، إذا كثر الخبث كما جاء في الحديث، والخبث كما ترون فهو يعم العالم أجمع ويعم البحر والبر ووصل إلى الأراضي الطاهرة والمباركة في مكة والمدينة وغيرها، وهي آخر بقاع الأرض التي وصل إليها. المهم، أرجو أن تكون الصورة قد وضحت، ولنكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.